مشاهدينا، نتحدث في هذه الفقرة مع الأختين لبنى ورويدة الهتريا، موهبين في الفن التشكيلي وكتابة القصص وأيضا طباعة القصص للأطفال. يسعد صباحكم. يعني لبنى ورويدة، خلينا نبلش مع رويدة بما أنها الأكبر. رويدة، يعني في البداية نعرف السادة المشاهدين عن الفكرة عمل قصص للأطفال، متى بدأت وكيف تجدين إقبال الناس على هذا الموضوع؟ أول شيء سعد صباحي. أهلا وسهلا وصباحي. والله هو من سنة ونص تقريبا بدأت الفكرة، بس مش منا، يعني كانت من مطبعة مكتبة ومطبعة سمير منصور. شاف أول إشي الفن يعني، وشاف الرسم، اتواصل معنا وحكى إنه بدنا نعمل قصص إنتاج محلي، يكون الكاتب والرسام والمطبع كمان من غزة. جميل. فتواصل معي أنا وأختي لبنى وبلشنا يعني في القصص وعملها من سنة ونص تقريبا. حلو، رح نتحدث عن القصص، بس لبنى خلينا نعرف إنه هل دراستكم إلها علاقة في موضوع الرسم وكتابة القصص وأيضا الرسومات على القصص واختيار المواضيع المختلفة في هذه القصص للأطفال؟ هي إلها علاقة بالموهبة، لأنه هي مخلصة إنجليزي وأنا دارسة فنون جميلة، فهي ربطنا الموهبة، فهي الموهبة ساعدتنا نحن نوصل لهيك أكثر، لأنه الإنسان لما يكون عنده برضو موهبة لازم يشتغل على نفسه كتير. حتى لو هو بيعرف يرسم، بس أحياناً برضو الشغل على الناس بيساعد. واشتغلنا حكاية فكرة القصص برضو، وهذه ساعدت كتير في التطوير، لأنه إحنا حاولنا ننقل كمان الفكرة على الكمبيوتر تكون. جميل. لأنه هو مكتبة سمير منصور برضو وفرت لنا مبدأ إنه التعليم على الكمبيوتر. على التابلت يعني. أحسن، بيكون الإنتاج كمان أقوى من هيك. فنقلنا فكرة الورقة والقلم للكمبيوتر، فصار الإنتاج قريب للأطفال بالألوان أكثر من الخشب. طيب خلينا نحكي رويدة عن طبيعة القصص اللي قمتوا فيها، يعني عن ماذا تتحدث هذه القصص ومن ساعدكم في موضوع انه انت او شجعكم في موضوع انه انتوا تكملوا مسيرتكم في موضوع القصص؟ يعني تقريبا يمكن قبل الهوا حكينا انه سنة ونص تقريبا. سنة ونص تقريبا. انه في سنة ونص. اول شيء انه لها اهداف تربوية. يعني الطفل بحس حاله انه ماسك قصة شيقة بيطلع منها باهداف تربوية. في عندك بعض القصص في من اعمار مثلا من 8 او من 6 لفوق، في من 6 لتحت، بخاطب كل الاعمار. فهو كان حابب يعزز هذه الحاجة بالذات في غزة، انه نحبين نعمل إشي يعني محلي. يعني بلش في القصة هذه من سنة ونص هو تقريباً. طيب دور الأهالي، يعني كيف بتلاقوا إقبال الناس أو ثقافة المجتمع الفلسطيني في موضوع إنه هو مثلاً يكون تشتري الأم قصة أو الأب قصة لابنه أو بنته في ظل الأوضاع الصعبة؟ يعني يمكن هذه الثقافة، هل موجودة ثقافة القراءة في القطاع أم إنه هي بين البنين؟ يعني هي بالقبل كانت في لها إقبال أكثر من هالإيه، يعني بالقبل إنها توزعت للمغرب كمان، وتوزعت لأبو ظبي ومصر والضفة، وهان كمان كانت كتير في معارض، والمكتبة نفسها مكتبة سمير منصور عملت معارض في المدارس أساس إنها تعزز الإشي هذا عند الأطفال، وعمل خصومات. جميل. يعني حتى خصومات سعر على قصة يمكن تكلفتها إشي رمزي، يعني إشي رمزي شكل 4 شيكل تقريبا، كمان عليها خصومات يعني أقل من دولار واحد. بالضبط. عمل عليها خصومات 50% و40% أساس إنه يشجع. بس كانت برضو هذه مشكلة واجهت القصص في الترويج، إنه الأطفال حاليا يعني بتجهوش للقصص والحاجات زي هيك، بتلاقيه بتوجه إنه يروح لا أنا بدي ألعاب، بدي كذا جوال، حاجات زي هيك يعني التطور نفسه. طب شو بتحبوا تحكوا للأهالي؟ يعني إنه الألعاب مهمة في موضوع إنه تنمي قدرات الطفل، لكن أيضا بتنمي مخ الطفل القراءة والمواضيع. صحيح. طب هل في كتابات لإلكم أو كيف بيكون التواصل مع الكتاب اللي بتناولوا قصص الأطفال والحديث عن قصص الأطفال، خصوصا في اختيار المواضيع والعناوين وأيضا في اختيار الألوان؟ يمكن هنا بنتحدث عن تأليف نادية سطري، هل كان لكم تأليف أيضا في موضوع قصص لإلكم؟ إحنا بعد المرحلة هذه، بس هي تحت الطباعة لسه. جميل. بدينا يعني حتى أختي كمان الأكبر منا اسمها هبة برضو قاعدة بتألف، كانت بتألف وإحنا بنعمل بنرسم القصص. يتيجي السلسلة مجرد كتابة وإحنا بنقطعها قطع، والمشهد بيكون لابق للقطعة نفسها أساس تناسب سن الطفل كمان. جميل. يعني هنا أنا شايفة إنه أكثر من تصميم يمكن للقصص. هذه تصميم ممكن يكون كتب، ممكن يكون كتيبات، ممكن تكون صغيرة بس بتوقع فيها الصورة بتكون أكبر. حتى المواضيع، يعني هنا موضوع ديني، هنا مواضيع اجتماعية ومواضيع بتخلي الطفل إنه يسرح كتير بخياله لحد ما يوصل لنتيجة معينة، يكون في هدف تربوي. جميل. طيب القصة إنه لازم يكون في هدف تربوي فيها، ما تكونش مجرد قصة بدون هدف.
جميل جدا. طيب هذه مواضيع مثلا دبدوب الغشاش، هذا بتكون من وراها فكرة فائدة. وفي صحيح. هدف وهذه مثلا الثعبان الشرير بتكون صفة للثعبان انه هو دائما بيكون متلون وشرير، شو ممكن يعمل الثعبان، كيف ممكن نبعد عنه. وكذلك أرنوب هانا صواع الملك، يعني هذه مواضيع كثير مهمة بتهم الطفل، واسعارها تقريبا كثير رخيصة. يمكن انا بعمل لكم ترويج قاعدة اشي رمزي هو. لا هي كمان المشكلة المطبعة كل فترة بتعمل خصومات، يعني فجأة بنلاقي اعلانات مكتبة سمير منصور عاملة خصومات بس المشكلة انه ما فيش اقبال كبير، والمشكلة الثانية بيجي يصدر او انه ياخذ القصص من برا المعابر. طيب خلينا في قطاع غزة، كيف ممكن للطفل انه هو ممكن يستفيد من هذه القصص؟ ترجع للأهالي، المشكلة انه الأهالي يعني مش معودين ممكن الأطفال انه من البداية انه في قراءة وغذاء للروح انه تكون القراءة، يعني هي المشكلة في مبدأ انه النشأة نفسها هي بتبني الشخصية. فالمشكلة لا، الأطفال تتوجهوا لحاجات تانية، هي المشكلة هان. طيب المواضيع اللي انتم بتألفوها الآن وتحت الطباعة، شو أبرز الموضوعات؟ هل هي ثقافية دينية؟ عن الكذب، عن الغش مثلا، عن الاحتيال. ففي أهداف تربوية انه مفروض انها ما تكونش موجودة في المجتمع اللي احنا فيه الآن. طب بتلاقي يعني دور المدارس في موضوع انه هي يكون عندها كتيبات او كتب في المكتبة لزي كده، هل في المدارس بتشتري هذه الكتب او لا؟ عمل هو معارض في مدارس وكان في اقبال من بعض المدارس، بس في مدارس برضه ما كانتش الاشي هذا بالبال يعني محطوط. طيب كرويدة ولبنى، شو ابرز الصعوبات اللي بتواجهكم يعني في خلال موضوع التصميم مثلا، في خلال عملكم لانجاز هذه الكتب، ومن خلال ايضا ثقافة الناس، من خلال الترويج، من خلال يعني فكرة انه انت تعطي فكرة للناس انه عن الكتاب هذا المعين، هل في بتحس انه المعارض اللي بتقوموا فيها هل هي كافية لموضوع جذب انتباه الناس او لا؟ هي المطبعة يعني ما شاء الله موفرة كل إشي، لدرجة إنه هو حب يطور فعلمنا على التابلت، حبينا إن إحنا نخلي هذا الرسم ديجيتال، فهو صار أقرب للأطفال أكثر، بتحس الألوان زاهية، الطباعة أحسن، فهو موفر كل إشي، يعني السلاسل متوفرة، الطباعة متوفرة. المشكلة كلها في الوضع اللي إحنا فيه في المجتمع، الوضع الاقتصادي مثلا، النشأة إنه الأطفال ما عندهم مش ترويج كبير إلهم للقصص، لكن المطبعة موفرة كل إشي، بس يعني تعالوا خد القصة وخلاص بإيش رمز يعني. أما الوضع الاقتصادي هو المشكلة يعني كبيرة، ممكن نقول متناول مصروف الطفل من الأهل. طب تم توزيع يعني لبنى، تم توزيع الكتب والكتيبات على قصص الأطفال وأدب الأطفال على الدول سواء الخليجية أو المغرب العربي، كيف كان يعني استهلاك أو استخدام هذه الكتب موجود هناك؟ هل كان هناك تصدير بعدد كتب كبير جدا أم العدد كان متوسط نوعا ما؟ لا كان الإقبال هناك واسع الحمد لله، لأنه كان يعني أقول لك يا المجتمع هيكون أكبر بكتير والعدد كمان أكبر، فيساعد الإشي هذا في الترويج بزيادة، غير أنها تكون قد منطقة معينة محاصرة ما بتقدرش تطلع أكتر من حدودها يعني. جميل يعني أنا أول مرة بسمع إن الكتب كمان بنعمل عليها عروض بصراحة. يعني هذا إذا حقها 4 شكل قد إيه صار حقها؟ لا 2 شكل يعني مش جايبة تكلفة الطباعة. لا لا بصراحة لا. ومش على هذه كمان، على الكتب الثانية الروايات وعالم الكتب الثانية برضو عليها خصومات كتب الأطفال. المطبعة كل فترة بتعمل خصومات وبتعمل عرض مثلا على القصص سواء أطفال أو كبار. طيب بالنسبة للبنى بما أنه فن تشكيلي دارسة، اختيار الألوان على بناء على ماذا يعني يتم اختيار الالوان وحتى الرسومات اللي موجوده مثلا بالقصه؟ اول حاجه انه انت بدك تعرفي الاول الفئه العمريه اللي انت بدك تتوجهي لها بالقصه. اول حاجه ما يكونوا هم صغار كثير، فئه عمريه مثلا في سن الروضه او ايش، بدك الالوان تكون زاهيه على اساس زي ما بقولوا انه يعني تشد الانتباه. فلما يكون كبير هتوجهي ان هي بدك المنظر طبيعي بالالوان الحقيقيه، بالالوان تقدر فيه هدوء للنفس لما تيجي توصلي في تفاصيل اكثر، لانه الكبير بيفهم التفاصيل اكثر من الصغير. الحلو ان انتم تنتين، واحده بتحكي والثانيه بتسمع للثانيه فبتكمل عاد. هذه حلاوه الخوات. صحيح. طيب رسالتكم حابين توصلوها يعني هلا موضوع القصص، انت دارس ادب انجليزي بالضبط، هل بتفكري انه انت مثلا انه انت تكتبي قصص باللغه الانجليزيه او لا؟ والله بفكر، يعني بنفكر انه احنا نوسع المجال اكثر بموضوع اللغه، بنحب يعني الواحد حابب انه يطور كمان الشغل اكثر، بس المشكله في الامكانيات. الامكانيات موجوده عند المطبعه بس الامكانيات الاقتصاديه ضعيفه شوي.
فبتخافي انه الناس يعني يا دوبها متقبله اللغه العربيه يعني فممكن تتقبل اللغه الانجليزيه بس انا بحس انه في اهتمام بالنسبه للاطفال في تعليمهم للغه الانجليزيه خاصه في الفتره هاي. فيمكن انا بنصحك انه انت تعملي على القليله كتاب واحد شوفي كيف ممكن يكون الاقبال عليه ان شاء الله تكون الخطط المستقبليه باذن الله ان شاء الله عن قريب بكون في لكم معرض خاص فيكم في كتبكم بالسلسله القصصيه. رسالتكم كشباب فلسطيني خصوصا انه انتم خريجات تقريبا لكن هذه يمكن يعني انه ما في شيء بيوقف عند طموح لبنى ورويدة، لا بالعكس انه في اشياء ممكن انت موهبه كما تحدثت في البدايه انه موهبه حاولنا انه نعززها ونوجدها على ارض الواقع بعيدا عن دراستنا. يعني ادب انجليزي فن تشكيلي ما له علاقه كثير 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 كبيره بالادب الادب لكن هي برضه بتضلها اتجاهات. يعني الواحد بدل ما يضل قاعد ايش اعمل ايش اسوي بتفرغ الطاقه اللي عندك في القصص. حتى كمان الرسالة بتكون إنه الواحد ما يأسش، يعني رغم إنه الوضع صعب لكن بتضل ممكن تطلع فكرة تعتبر بذرة صحيح. ممكن تسمر عليك بعد هيك حتى بعائد مالي، حتى إنك تكوني مثلا لك اسم في المستقبل إن شاء الله. والواحد برضو بيحكي إن شاء الله العائلات تخلي الأطفال إنهم يشتروا قصص أكتر وهذا بتضلها ثقافة. رسالتك يا لبنى انه الموهبه ما تتركش بالمره. انه مثلا ام اكتشفت انه في موهبه عند بنتها لازم تنميها او عند ابنها، فالشيء هذا ما بوقفش عند نقطه معينه اقول مثلا وين اللوحات هذه بدي اوديها، لا في حاجات كثير ممكن تفتح لي ابواب ثانيه. بس المهم لازم الواحد يسعى ويتعب على نفسه شوي، هذه بدها اجتهاد شوي المشكله، بدها اجتهاد وبدها شويه صبر واستمراريه بتمنى لكم التوفيق اكيد فيش استسلام. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. لبنى ورويده الهاتريه الاختان اللي بيقوموا باعمال انه يمكن رسالة وحيدة أو صغيرة كتير لكن مفادها كتير كبير، إنه إحنا ما نستسلم وما نوقف عند نقطة معينة. يعني مش أنا اليوم خريج لغة عربية إنه أنا بستنى الوظيفة لما تجيني، لا في أشياء تانية ممكن أنا أكون ببدع فيها وبعطي فيها وممكن تكون أفضل من الوظيفة بمليون مرة.